نروح بقى لاخر خبر معانا في الفقره الاخباريه، وهنتكلم فيها عن رياضه لذوي الهمم. هي بتديهم خلينا نقول امل، بتزيد عندهم كمان روح الاصرار والتحدي زي ما بيتقال. هي رياضه البوتشا. رياضه البوتشا انا وكريم اتكلمنا عنها قبل كده، ويمكن عرضنا كمان فقره كامله عنها. دي بتبقى مخصصه لمرضى الشلل الدماغي. كنا زي ما قلت لحضراتكم يمكن تقريبا من شهر اتكلمنا عنها بشكل يعني تفصيلي. هنتابع بقى التقرير اللي احنا عاملينه عنها، وهنروح فاصل وبعد كده نرجع اول بقى فقره معانا واولى فقراتنا الحواريه. هي لعبه البوتشا دي لعبه لشديد الاعاقه والشلل الدماغي. اللعبه دي الملعب بتاعها بيتكون من مستطيل 12 متر ونص في 6 متر، متقسم متر في 2 متر ونص، 6 حارات، دول 6 صناديق رمي بيقف فيهم اللاعبين اثناء الرمي. بعد كده في خط الفي، ده على بعد من نص الملعب من متر ونص، وبعد كده من الاطراف 3 متر، وبعد كده بقت الملعب لحد 12 متر ونص. المباريات عندنا بتتلعب بكور، الكور دي بتكون مصنوعه من خامات معينه، ليها وزن وليها محيط معين، وزنها 275 جرام ومحيطها 27 سنتر. بتكون لينه وصلبه ومتوسطه الليونه علشان خاطر الحالات اللي تقدر تمسكها. عندنا اللي بيمارس اللعبه دول اولاد، قلت ان هم مصابين بالشلل الدماغي والاعاقات الشديده، بيكون في ضعف في العضلات في الاربع اطراف. ده شرط اساسي ان هو يكون اللاعب بتاعنا عشان يخش جوه التصنيف. والله انا طبعا سن كبير وما كنتش بلعب حاجه خالص، وابتديت العب قريب الكلام دوت، فطبعا عرفتني بناس وعرفتني بمجال الاعاقه اكتر. طبعا انا شغال في مجال الاعاقه اساسا، بس طبعا ابتديت اقابل اصحابي على طول وانزل، وبعدين تغيير جديد يعني في الحياه. بدات من حوالي من سنه وشويه، زميلتي في المدرسه هي اللي عرفتني على اللعبه، جيت وتعرفت على اللعبه كده وعجبتني فاستمريت بقى. ده مبسوط قوي وفرقت معاه كتير خالص يعني. والاسباني اللي فات سافر بورسعيد وخد المركز الثاني، خد الشهاده والميداليه، وبرضه من حوالي 6 شهور كده خد برضه مركز ثالث وخد ميداليه. والله احنا تعرفنا عليها عن طريق احد المؤسسات اللي كانت بتحاول تنشرها، فاشتركنا في اللعبه، والحمد لله بقى لنا حوالي سنه مثلا وشويه او سنتين ساعة ما انشئت يعني. نفسي بس يبقى في تسليط للضوء، تسليط للضوء اكتر من كده للعبه، في احتياجاتها يعني، لينا احتياجات يتوفر لنا. بناشد وزير الشباب والرياضه يوفر لنا بس احتياجاتنا من ادوات ومن امكانيات، لان احنا بنمثل مصر يعني. ما نقلش اي حد، ما نقلش اي اهميه عن اي حد، فيعني احنا طالبين امكانياتنا تبقى مشروعه عشان نقدر نمثل مصر يعني.